لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ضم الله لكم الأجر، ضم الله لك الأجر يا رسول الله، ضم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، ضم الله لك الأجر، ضم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، ضم الله لك الأجر يا أبا محمد الحسن الزكي، عظم الله لك الآج يا فرج الله يا ابن الحسن لمصابك بجدك الحسين، فتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان، طاعنا صدر إمامي فهو واهي الجنان، وأشرقت تبكي عليه أسفا حور الجنان، وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين، وحسينا وحسينا وحسين لهف نفسي خرجت زينب مذ سمعت زينب إعوال الجواد، تحسب السبط أتاها بالذي يهوي الفؤاد، ما درت أن أخاها عافر في بطن واد، ودم الأوداج منه خاضبا للمنكبين، وحسينا وحسينا وحسين، وبدت من داخل الخيمات آل الفاضلان، محرقات بسواد الحزن من فقد الحسين، وغدت كل من البهشة تهوي وتقوم، أنجم تهوي ولكن ما تهاوت لرجوم، وحقيق بعد كسف الشمس أن تبدو النجوم، يتسابقن إلى موضع ما خر الحسين، وحسينا وحسينا وحسين، وحسينا وحسينا وحسين. قال الراوي لما أصبح الصباح يوم عاشوراء، قام الحسين خطيبا في أصحابه بعدما أمهم للصلاة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله تعالى أذنى في قتلي وقتلكم في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال، وصفهم للحرب، وكانوا 82 فارسا وراجلا، وقيل أكثر من ذلك، فجعل زهير بن الغين في الميمنة، وحبيب بن مضاير في الميسرة، وثبت هو وأهل بيته في القلب، وأعطى لواءه أخاه العباس،
وأقبل يا عمر بن سعد نحو الحسين في 30,000، وأقبلوا يجولون حول البيوت وإذا بهم يرون النار تضطرم في الخندق الذي حفره الحسين وأصحابه قبل يوم عاشوراء. فلما نظر الحسين عليه السلام إلى جمعهم كأنه السائل رفع يديه بالدعاء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعت النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت أصواتهن، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر وقال لهما سكتاهن، فلعمري ليكثر بكاؤهن. ولما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء، ثم قال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولا سمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. قال: أيها الناس، إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرت والشقي من فتنت. فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله علي فيه عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين.
أيها الناس انسبوني مننا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علم أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. فقال شمر هو يعبد الله إن كان يدري ما يقول. فقال له حبيب إني أراك تعبد الله على 70 حرفا وأنا أشهد أنك صادق ما تقول، قد طبع الله على قلبك. ثم أن إمامنا عليه السلام ركب جواده وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بإزاء القوم وهو يقول يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله. ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ولامته وعمامته، فأجابوه بالتصديق. فسألهم عما أقدمهم على قتاله، قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال لهم تبا لكم أيتها الجماعة وترحم، أحين استصرختمونا أواليهم فأصرخناكم موجفين؟ سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم أو على أوليائكم بغير عدل أفشوا فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات؟ تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامم. والرأي لما يستحصف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها. فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإف ونفثة الشيطان ومطفئ السنن، ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم. وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمرة شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطورت وأنوف حمية ونفوس نابية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف
بهذه العسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمينا. وقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. ثم رفع يديه نحو السماء وقال: اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم كذبونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم من قتلة بقتلة وضربة بضربة، لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي. ثم تقدم ابن سعد نحو معسكر الإمام عليه السلام ورمى بسهم وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. ثم رمى الناس فلم يبقى أحد من أصحاب الحسين إلا أصابه سهم من سهامهم، فقال الحسين لأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. فحمل أصحاب الحسين عليه السلام حملة واحدة واقتتلوا ساعة، فما انجلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحابه، والحسين عليه السلام ماسك بشيبته المقدسة وهو ينظر إلى أنصاري وأصحابه. ولما أخذ يقل أصحابه وبان النقص فيهم، حمل بعض الأعداء على جهة النهر الفرات فاقتتلوا ساعة، وكان فيهم مسلم بن عوسجة، فمن جلت الغبرة إلا ومسلم صريع وبه بقية من الحياة. فمشى إليه الحسين وهو يتلو قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وكان حبيب بن مظاهر ابن عم مسلم قال له: يا مسلم، والله لولا أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بوصاياك. فقال له: نعم، عندي وصية واحدة. فانظروا أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، عندي وصية واحدة أوصيك بهذا الغريب، فلا تقصر في نصرته. قال: والله لو نعمنك عينا. أوصى ابن عوسجة حبيبا قال: قاتل دونه حتى الحمام تذوقا، نصروه أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرة الشفيق شفيقا. وحمل شمر على مخيم الحسين برمحه، ثم نادى علي بالنار لأحرقنه على أهله. فتصايحت النساء وخرجنا من المخيم، وناداه الحسين: يا ابن ذي الجوشن، أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي، أحرقك الله بالنار. وحمل على الشمر وأصحابه زهير بن القين، وكان في عشرة حتى كشفوهم عن البيوت. والتفت أبو ثمامة إلى الشمس وقد زالت
من يوم عاشوراء. وقال الحسين عليه السلام: نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك. لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك، وأحب أن ألقى الله وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. فرفع الحسين رأسه إلى السماء وقال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم هذا أول وقتها، سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي. فقال له بعض الأعداء: إنها لا تقبل منك. فقال له حبيب: زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك. فحمل عليه ذلك اللعين، فضرب حبيب وجه فرسه بالسيف فشبت به ووقع عنه، واستنقذه أصحابه فحملوه وقاتلهم حبيب قتالا شديدا، فقتل جماعة كبيرة منهم على كبر سنه. وبينه كذلك، وإذا بحبيب صريع على الأرض، والحسين ينادي: عند الله احتسب نفسي وحماة أصحابي. وأخذ يكثر من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قام الحسين عليه السلام وصلى بمن بقي من أصحابه صلاة الخوف، ولما فرغ من صلاته قال لهم: يا كرام، هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قلوبكم ويتباشرون بكم، فحاموا عن دين الله ودين نبيه، وذبوا عن حرم الرسول، فقالوا: نفوسنا لنفسك الفداء، ودماؤنا لدمك الوقاء، فوالله لا يصل إليك وإلى حرمك سوء، وفينا عرق ينبض. ثم تقدم الأصحاب واحدا واحدا إلى أن سقطوا بأجمعهم، فوقف الحسين عليه السلام يناديهم بأسمائهم: يا برير ويا زهير، يا عابس، يا حبيبي حبيب، يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء، ما لي يناديكم فلا تسمعون، وأدعوكم فلا تجيبون، أأنتم نيام؟ أرجوكم أن تنتبهوا. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي. ولما قتل أصحاب الحسين عليه السلام ولم يبق معه إلا أهل بيته، أخذوا يتقدمون للموت واحدا بعد الآخر، وأولهم كان علي بن الحسين المعروف بعلي الأكبر، وكان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. فلما أقبل إلى أبي الحسين طالبا منه الإذن بالقتال، أخذ الحسين يبكي وأرخى لعينيه الدموع
وأخذ يقول مخاطبا ابن سعد: ما لك قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فامنعهم بركات الأرض، فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فعلم علي الأكبر بأن أباه قد أذن له، فنزل إلى الميدان وهو ينادي: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. فأخذ يصول فيهم ويجول، يقلب الميمن على الميسر، حتى قتل منهم جماعة كبيرة. ثم رجع إلى أبي الحسين وهو يقول: أبا يا حسين، العطش قد قتلني، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، هل إلى شربة ماء من سبيل؟ يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى، ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي، كل حشاشتي كصالية الغضا، ولسانه ظمأ كشقة مبردي. ثم أقبل قال له الحسين: ولدي علي، اذهب إلى الخيام وودع العيال ودع النساء. أقبل علي الأكبر ثم رجع مسرعا إلى أرض الميدان، والحسين ينظر إلي بينا هو كذلك. جركم الله، نظر إليه مرة بن منقذ العبد وهو يطارد كتيبة أمامه، فقال: علي آثام العرب إن لم أثكل به أمة. فمر يشد على الناس كما كان يفعل، فاعترضه العبدي فضربه بالسيف على أمي رأسه. أيوا عليا ومظلوما وسيدا. أخذته الفرس نحو الأعدام، فاحتوشوه من كل جانب يقطعونه بسيوفهم. ولما بلغت روحه التراقي صاح: أبا يا حسين أدركني، عليك مني السلام أبا عبد الله. فأقبل إليه الحسين مسرعا واضعا خده على خد عزيزه وهو يقول: ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا، قتل الله قوما قتلوك، يا بني ما أجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. يناديه وليس به حراك: بني اليوم
ففارقنا الرسول على الدنيا العفا يا نور عيني فبعدك غير هذا لا أقول. ثم برز آل أقيل واحدا واحدا حتى قتلوا، ثم جاء دور أبناء الإمام الحسن المجتبى وبرز منهم عبد الله الأكبر وقتل، ثم جاء القاسم ابن الإمام الحسن وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه الحسين عليه السلام وهو يطلب الإذن بالقتال اعتنقه وصار يبكيان. قال له ولدي قاسم أنت العلامة من أخي الحسن. فلم يزل القاسم يقبل يدي الإمام ويقول له عماه ائذن لي، فعند ذلك قال بني أو عزمت على الموت؟ قال وكيف لا يعزم من يراك لا ناصر لك ولا معين. فنزل القاسم وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. فقاتل قتالا شديدا، يقول حميد بن مسلم برز إلينا غلام كأنه شقة قمر وفي يده سيف وعليه قميص وإزار، فبينه يقاتل إذ انقطع شسع نعله. أقبل الأزدي قال علي آثام العرب إنما شدن علي، فما ولا أجركم الله حتى ضرب القاسم على أم رأسه فهوى إلى الأرض مناديا عما يا حسين عما أدركني. جاء الحسين من جلت الغبرة إلا والقاسم يحرك برجله من حرارة المربى، والحسين يقول ولدي بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوه. هذا يوم كثر أواتره وقل ناصره. ولدي قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. بك ونادى يا جاسم اشبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي، يهون الكون تخلوني وحيدي وعلى في يمي عم القوم تفتر. قال حميد بن مسلم نظرت إلى الحسين عليه السلام وهو واضع صدره على صدر القاسم وهو يحمله إلى المخيم، فجاء به وضعه في مخيم الشهداء، صار ينظر إليه مرة وإلى علي الأكبر مرة أخرى. وصاح الحسين في تلك الحال صبرا على الموت يا بني عمومتي صبرا يا أهل بيتي، فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم. ولما رأى العباس عليه السلام كثرة القتلى من أهل بيته قال لإخوته أبناء أم البنين تقدموا حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله، فتقدم
عبد الله أولا ثم جعفر ثم عثمان وقتلوا بأجمعهم. فأقبل سيدنا أبو الفضل إلى أخيه الحسين قال له إذن لي يا أبا عبد الله. فقال له الحسين أخي أنت صاحب لوائي، إذا ذهبت عني سقط لوائي وتفرق عسكري. فقال العباس قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين. فأمره الحسين أن يطلب الماء للأطفال. فركب العباس جواده وأخذ القربة فأحاط به 4000 ورموه بالنبال فلم يخش كثرتهم، وأخذ يكشفهم عن ماء الفرات حتى نزل إلى الماء اغترف غرفة بيده، ولكن أبت له نفسه وأبت له أخوته وأبى له وفاؤه أن يشرب. وفي الخيام أطفال تتلظى من الرمى، رمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين أوني، وبعده لا كنت آية تكوني. هذا حسين وارده المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ماذا فعل ديني. ثم ملأ القربة واتجه نحو المخيم. آجركم الله أيها المؤمنون. فقطعوا عليه طريقا جعل يقاتلهم حتى أكثر القتلى فيهم، فكمن له لعين وراء نخلة وضربه على يمينه فقطعها. أخذ ينادي والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. وكان هم العباس أن يوصل الماء إلى الأطفال، ولكن كمن له آخر فضربه على يساره أيوا سيدا وعباسا ومصيبتا ومظلوما. وأقبلت إليه السهام كأنها المطر، فسهم أصاب القربة وأريق ماءها، وسهم أصاب صدره، وسهم أصاب عيناه. ثم أقبل إليه رجل بعمود من الحديد أهوى به على رأس قمر بني هاشم، فسقط إلى الأرض مناديا أبا عبد الله أدركني. رحم الله من نادى وعباسا وسيدا ومظلوما. أقبل إلي الحسين مسرعا وهو يقول الآن انكسر ظهري، الآن انكسر ظهري وشمت بي عدوي. يا خويا انكسر ظهري وما اقدر اقوم، وصلت مركز يا خويا لكل الهموم. يا خويا استوحدوني بعدك القوم، ولا واحد علي بعد ينغر. وبينما الحسين جالس عند اخيه بالفضل واذا بروحه الطائره قد فاضت، فصاح الحسين صاح
صيحة سمعها العسكر نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمن من لا يرحم ما خلت بعدك أن تشل سواعدي وتكاف باصرتي وظهري يقصم هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم قام الحسين عليه السلام منكسرا متألما رجع إلى الخيمة تلقته ابنته سكينة أبا يا حسين هل جئتنا بالماء سألته عن عمها فأخبرها قال عظم الله لك الأجر بعمك يا بالفضل نادت وعما وعباسا اجتمعنا النسوة أقبلت زينب تنادي وعباسا وضيعتنا بعدك وبكت النسوة وبكى معهن الحسين عليه السلام ولما قتل أبو الفضل العباس التفت الحسين يمينا وشمالا فلم يرى أحدا ينصره ونظر إلى أهلي وإلى أصحابه وإذا بهم مجزرين على وجه الثرى وهو يسمع إلى عويل النساء وصراخ الأطفال فنادى برفيع صوته هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا هل من معين يرجو ما عند الله في إغاثتنا فارتفعت أصوات النساء بالعويل وأقبل إلى الخيمة فقال أخي زينب ناوليني رضيعي فأقبلت فقدمت له ولده عبد الله أجلسه في حجره وبينه هو يقيم عليه السنة وإذا بحرملة يضربه فيذبحه من الوريد إلى الوريد أخذ الإمام دماءه ورمى بها نحو السماء وهو يقول هون مما نزل بي أنه بعين الله اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى لقد ولد في ساعة هو وردا ومن قبله في نحره السهم كبرا ولم يقل الراوي ولما بقي الإمام وحيدا فريدا أقبل إلى خيمة زين العابدين عليه السلام وكانت عمته زينب إلى جواره تطببه وتمرغه فلما نظر إلى أبي وهو يدخل قال عم زينب سنديني إلى صدرك هذا أبي هذا ابن رسول الله قد أقبل فجلس الإمام عليه السلام وصار يسأله عن صحته وهو يحمد الله ويشكره قال يا ولدي ثم أخبره قال يا ولدي إن هؤلاء قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وقد شب القتال بيننا وبينهم حتى فاضت الأرض بالدم منا ومنهم ثم أن عليا زين العابدين قال أبتاه أين عمي العباس فلما سأل عن عمه
اختنق الزينب بعبرتها وجعلت تنتظر كيف يجيب الإمام بذلك. قال يا بني إن عمك قد قتل وقد قطعوا يدي على شاطئ الفرات. فبكى علي بن الحسين بكاء شديدا ثم أخذ يسأله وأين أخي علي وأين حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وأين زهير وفلان وفلان. فقال له الحسين ولدي علي اعلم أنه ليس في الخيام رجل حي إلا أنا وأنت. وأما هؤلاء الذين تسأل عنهم فكلهم صرعى على وجه الثرى. فبكى علي بن الحسين بكاء شديدا وقال لعمتي زينب عم زينب علي بالسيف والعصا. فقال له الحسين وما تصنع بهما يا نور عيني. قال أما العصا فأتوكل عليها وأما السيف فأذب به بين يدي ابن رسول الله فإنه لا خير في الحياة بعد. فمنعه الحسين وضمه إلى صدره وقال ولدي أنت أطيب ذريتي وأفضل عدرتي وأنت خليفتي على أولئك العيال والأطفال فإنهم غرباء. ثم أنه أمسك بيده وصاح بصوت يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية ويا فاطمة اسمعن كلامي واعلمن أن ابني هذا خليفتي عليكم وهو إمام مفترض الطاعة. ثم قال له وولدي وبلغ شيعتي عني السلام وعليك السلام. إمامكم يبلغكم السلام وعليكم السلام أبا عبد الله. ما لا تقول يا أبا عبد الله؟ قال له قل لهم إن أبي مات غريبا فاندبوه ومضى شهيدا فابكوه. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني. فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ثم رفع الإمام رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك ترى ما يصنع بولد نبيك. ثم أخذ ينادي هل من راحم يرحم آل الرسول المختار؟ هل من ناصر ينصر الذرية الأطهار؟ هل من مجير لأبناء البتول؟ هل من ذاب يذب عن حرم الرسول؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في غاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالعويل. ثم التفت إلى خيمة النساء ودعا للوداع مناديا يا سكينة ويا فاطمة ويا زينب يا أم كلثوم عليكن مني السلام. فهذا آخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجاع. فعلت أصواتهن بالبكاء وصحن الوداع الوداع الفراق الفراق وأحضنه من كل جانب. هذه تقبل رأسه وهذه تقبل يده وهذه تقول إلى أين يا حمانا.
العين يا رجانا. ثم أنه عليه السلام لما أراد الخروج نظر وسأل أخته زينب: ما لي لا أرى سكينة؟ قالت: إنها جالسة في الخيمة واضع رأسها بين ركبتيها. أقبل إليها قائلا: بني سكينة، لماذا أنت هكذا؟ قالت: أبا، ضع يدك على رأسي واصنع معي كما يصنع مع اليتامى. فضمها إلى صدره ومسح دموعها وقال: بني بني لا تبكي، سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. إذ قل أبويا قول: لا تخفي علي هذه روحتك يا بعد جيا. بعد في أمل أراك يا أبي أبي يا أبا عبد الله. هذه روحتك يا بعد جيان، كان رايح هاي هي، أخذني وياك عنك ما أقدر أصبر. ثم تقدم إلى القوم مصلتا سيفه داعيا الناس إلى القتال، فلم يبرز إليه أحد إلا قتله، وهو يقول: أنا ابن علي الطهر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر، وجدي رسول الله أكرم من مضى، ونحن سراج الله في الأرض نزهر، وفاطم أمي من سلالة أحمد، وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر. يقول الراوي: والله ما رأيت